أهلا بكم. لماذا تكثر السجون والمعتقلات في العراق وتغيب معايير القضاء العادل وتغيب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان؟ يتساءل مواطن عراقي، لماذا تكون حصة السياسي الرفاهية والحصانة والترف بالمال العام، بينما تكون حصة المواطن العراقي الظلم والإذلال والاعتقال بتهم جاهزة يلهث بتدبيرها المخبر السري لصالح المستفيدين من نظام المحاصصة الفاسد؟ لماذا كرس منهج التعذيب في السجون العراقية منذ احتلال العراق عام 2003 بمنهجية مترادفة مع الإفلات من العقاب بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، بينما رافقت ذلك منهجية انتهاكات بحق المدنيين على شكل حملات اعتقال للمدنيين تحت عناوين منها ما يسمى تدابير مكافحة الإرهاب، تقوم على وفقها الأجهزة الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران باعتقال الكثير من المدنيين تعسفيا. وأكدت وزارة العدل الحالية في العراق، أكدت أن طاقتها الاستيعابية للسجناء تجاوزت 300%، وسط معاناة إنسانية كبيرة، في الوقت الذي تتلقى فيه مكاتب منظمات حقوق الإنسان آلاف الشكاوى من سجناء يطالبون بإعادة التحقيق في قضاياهم، في حين يرى مراقبون للشأن العراقي أن قوى الإطار التنسيقي والميليشيات التابعة لها تسعى لمنع إقرار قانون العفو العام. لتسليط الضوء على ثنايا هذا الموضوع، سيكون معي ضيفي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور. وأرحب بضيفي عبر سكايب السيد حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد. أستاذ حسين، مرحبا بك. حياكم الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. تشهد السجون العراقية منذ سنين تعذيبا نفسيا وجسديا، حيث يتفنن السجانون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري أو باعتقالات عشوائية أو على خلفية طائفية، وفق ما أكدته تقارير حقوقية وشهادات الضحايا. الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 كرس منهج التعذيب في السجون العراقية، وكرس معه مسألة الإفلات من العقاب، وهو مسؤول عن جميع ما نتج عن هذه الانتهاكات بحق العراقيين بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، فيما رافقت حملات ما يسمى بتدابير مكافحة الإرهاب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، حيث قامت الأجهزة الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران باعتقال الكثير من المدنيين تعسفاً، فضلاً عن تعذيب المعتقلين بدءاً من لحظة الاعتقال وحتى المحاكمة. ورافقت هذه التدابير عمليات قتل خارج القانون بسبب التعذيب الممنهج ضدهم. فبحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن ثمة اعتقالات وحالات إعدام لأشخاص انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب مع إفلات الجناه الحقيقيين من العقاب. من جانبها، أكدت وزارة العدل الحالية أن طاقتها الاستيعابية للسجناء تجاوزت 300% وسط معاناة إنسانية كبيرة، في الوقت الذي تتلقى فيه مكاتب منظمات حقوق الإنسان آلاف الشكاوى من سجناء يطالبون بإعادة التحقيق في قضاياهم وسط خلافات سياسية تحول حتى الآن دون إقرار البرلمان لقانون العفو العام. مراقبون أكدوا أن قوى الإطار التنسيقي والميليشيات التابعة له تسعى لمنع إقرار قانون العفو العام، فيما أشار نواب عن الإطار أنهم لن يسمحوا بتمرير قانون العفو العام، بينما تواصل القوات الحكومية وميليشياتها شن حملات الدهم والتفتيش في محافظات نينوى وديالة صلاح الدين الأنبار وكركوك ومناطق متفرقة من بغداد تتخللها اعتقالات عشوائية وانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
يعد ملف المعتقلين في العراق من الملفات المعقدة في ظل غياب إحصائية رسمية لعددهم، لكن أرقاماً متضاربة تفيد بوجود عشرات الآلاف من المعتقلين يتوزعون على سجون وزارة العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تابعة لأجهزة أمنية مثل جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وميليشيا الحشد، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم الآلاف من المعتقلين. إذن سجون معلنة وسجون سرية وأخرى مغيبين ومعتقلين وسجناء، يا ترى لماذا تزدهر دكتور جاسم صناعة السجون في العراق؟ نعم، شكرا لكم، تحية لك ولمتابعيكم وللأخ حسين دلي. يعني حينما نظمت أو شكلت أو رتبت السجون في الكون مع تطور الحياة الإنسانية، كانت الغاية منها هو تحجير حركة المجرمين، وكانت الغاية هي تأديبية، ولذلك هي تسمى دوائر الإصلاح وليس العقاب. رغم أنه يعني الفترة التي يقضيها الجاني هي عقوبة، لكن الغاية هي يعني إصلاحية، الغاية هي البناء ويعني إعادة تأهيل هذا المجرم بين هلالين للعودة إلى المجتمع ويكون عنصرا فاعلا في المجتمع. في الظروف غير الطبيعية تكثر حالات يعني الظلم والبطش، وقد لاحظنا هذا الأمر مع الأسف في العراق بعد عام 2003. ويعني بدل أن تزدهر الحياة في العراق التي بشروا بها، هم قالوا أنه مرحلة ما بعد 2003 ستكون مرحلة مختلفة، لكن يبدو هي فعلا كانت مختلفة، لكن مختلفة في جوانب مظلمة وسلبية ومخيفة. وعليه ازدهرت في العراق يعني السجون، هنالك اليوم أكثر من 30 سجنا في عموم العراق. ووزارة العدل في العراق أكدت قبل أيام أن الاكتظاظ في السجون بلغ 300%. يعني المكان يعني لا يمكن تصور كيف ينام هؤلاء السجناء، كيف يقضوا يومهم، كيف يمكن أن يأكلوا يشربوا يقرأوا. لأن احنا حينما ننظر إلى السجون في العالم يعني نتعلم من ثقافات الدول أن هنالك في السجون معامل لتعليم السجناء المهن والحرف، هنالك مكتبات لتعليم السجناء القراءة والكتابة والتطوير الذاتي، هنالك يعني إتاحة للسجناء لإتمام تعليمهم بمختلف المراحل بما فيها مراحل الدراسات العليا وغير ذلك. لكن للأسف لاحظنا أن الحالة العراقية ازدهرت فيها السجون، وصرنا أمام سجون لا تصلح حتى لأن تكون يعني مكبا أجلكم الله، ومع احترامنا لي يعني للناس، مكبا للنفايات، بينما تعمل شركات أخرى على إنشاء مقابر نموذجية. من الذي أولى بالاهتمام، الحي أم الميت؟ حينما نشاهد حالة عراقية نجد أننا أمام حالة من الربكة في إدارة ملفات الدولة. لا يوجد خطة واضحة للاهتمام بالإنسان قبل بنائه. وعليه أعتقد أن السجون العراقية اليوم هي مفاقس لدعم وتشجيع ما يسمى الإرهاب. لأنك حينما تكون في مكان وأنت تقضي المدة المحكومية، يعني ليكن أنا هنا أتحدث عن قانون عادل، لم نتطرق الآن إلى الظلم بالأحكام، أنا أتكلم هنا بالعموم. حينما تكون في مكان يفترض أنت متهم وتقضي مدة يعني يفترض أن تقضيها، وفي ذات الوقت مع صدور الحكم النهائي تجد نفسك بين يوم وآخر
أمام حفلات تعذيب. لا يوجد في أي قانون بالعالم أي فقرة قانونية ودستورية وأخلاقية تسمح للسجانين بتعذيب السجين. ربما، وأنا أقول ربما هنا، ربما في مراحل التحقيق هنالك بعض الدول تسمح للمحققين بضرب يعني المعتقلين من أجل الاعتراف، لكن بعد صدور الحكم النهائي لا يمكن عقلا وقانونا وحتى شرعا ضرب المعتقل. مع الأسف يعني قبل أيام كنت أستمع إلى تقرير عن امرأة من محافظة صلاح الدين كانت هنا في تركيا تقول أكثر من مرة عدنا إلى الأنبار ولا يوجد أي مشكلة في الحاسبات العامة والخاصة والسيطرات، وبعد فترة فوجئت باعتقال يعني أخي وزوجي وحكم على زوجها بالإعدام وعلى شقيقها بالسجن المؤبد. وتقول في هذا العيد الماضي ذهبت إلى زيارة زوجها في معتقل الناصرية، تقول ويا ليتني لم أذهب، شاهدت يعني صورا لا يمكن أن توصف من الضعف والنحول والخوف والإرهاق والترهيب للسجناء، وكأنهم يموتون وهم في داخل السجن، وكأن السجانين يطبقون مقولة أن السجن مقبرة الأحياء. إذن القضية في العراق بحاجة إلى يعني نهضة قانونية من أجل إعادة ترميم حالة الظلم التي وقعت على نسبة ليست قليلة من المعتقلين من أجل بناء العراق. من يريد أن يبني العراق عليه أن يبني الإنسان. حينما لا نبني الإنسان لا يمكن بناء العراق. طيب، هم أنفسهم دكتور جاسم، اسمح لي فقط أن أنتقل للسيد حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد ضيفي عبر سكايب. سيد حسين، السياسيون في العراق بأنفسهم على شاشات التلفاز يتحدثون ويتبجحون ويقولون بأننا جئنا لنهدم ولم نأتي لنبني. يا ترى أكثر من 30 سجن من السجون الرسمية، وهناك سجون سرية لا يعلم بها إلا الله، وهناك مغيبين، حصة المواطن العراقي الإذلال والسجن والاعتقال، حصة المواطن العراقي أن تأتي له تهمة جاهزة عن طريق المخبر السري الذي يلهث وراء حفنة من الدنانير، وبالتالي يضيع مستقبل عوائل ويضيع مستقبل بشر في العراق. هذه السجون صناعتها تزدهر بعد عام 2003 وعلى مدى 20 سنة، غياب معايير العدالة، النقمة على عدم وجود العدالة الاجتماعية حتى في داخل السجون. يا ترى كيف تنظر يعني من الناحية الإنسانية والقانونية إلى موضوع ازدهار صناعة السجون في العراق منذ عام 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية للرافدين وجمهوري الكريم. أنا أنطلق مما ذكره الدكتور جاسم وهنا أوجه له التحية في الوضع المأساوي في السجون العراقية، وضرب مثال في ما يجري في سجن الناصرية سيء الصيت. هذا السجن يسمى الآن في العرف الحقوقي الإنساني في العراق وعد أهالي السجناء بمقبرة الأحياء ومقبرة السجناء. هذا السجن فيه عشرات الآلاف من المعتقلين، أغلبهم بأحكام قضائية جائرة لمدة عشرات السنين، 10 15 20 ومؤبد من سنوات. هذه السجون في العراق الحقيقة أصبحت تجارة، وهنا تكمن الإجابة على صلب سؤالك لماذا تزدهر السجون. لأنه الأمر في العراق تجارة متعددة الأطراف ومتعددة المهام. اليوم هناك أحزاب تسيطر على إدارة هذه السجون من جهتين: الجهة الأولى في التعيينات من ناحية الإدارات والضباط المسؤولين عن إدارة الأقسام والسجون المختلفة المتنوعة، وهناك جهة ثانية تتولى مسألة تموين هذه السجون. هذه الميزانية المليارية المخصصة للسجناء تسيل لعاب الأحزاب السياسية والميليشيات، وهنا لا غرابة
إذا قلنا أن كثير من إدارات وضباط السجون في العراق هم ينتمون إلى ميليشيات مسلحة هي في صلب فكرها وعقيدتها الأمنية والعسكرية إذلال هؤلاء السجناء. كثير من إدارات هذه السجون عنصرية، وبالتالي عملية ممارسة هذا الفكر العنصري الإقصائي التهميشي وممارسة أساليب التعذيب التي شهدت لها منظمات حقوق الإنسان في العراق في المستوى المحلي والمستوى الدولي أكدت أنه عمليات التعذيب والمعاملة الوحشية ما تزال سائدة. هنا أذكر بتقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي زارت العراق نهاية عام 2022 وبقيت هناك لعدة أسابيع، ثم أصدرت تقريرها في 4 نيسان أبريل 2023 أي قبل 4 أشهر، أكدت أو أعربت عن قلقها العميق إزاء السلوكيات الشاذة والممارسات العنيفة في معاملة السجناء، بالإضافة إلى جزء كبير من التقرير كان مخصصاً لضحايا الاختفاء القسري. وهنا نذكر بأن يوم غد 30 من آب أغسطس هو اليوم الدولي العالمي لضحايا الاختفاء القسري، حيث يواجه عشرات الآلاف من العراقيين مصير مجهول. أشار التقرير الدولي إلى أن ميليشيات الحشد الشعبي، وذكرها بالاسم في التقرير، مسؤولة عن خطف واحتجاز آلاف العراقيين في سجون سرية غير معلومة. للأسف كل العراقيين أو معظمهم يعرف أن هؤلاء قتلوا، لكن الحكومة العراقية على المستوى الرسمي لا تعترف بهؤلاء ولا تبذل أي جهد، بل هذا الملف قيد التجاهل والنسيان، لأنه يفضح هذه الميليشيات الممولة حكوميا التي الآن تبلغ تعدادها قريبا من أعداد الجيش العراقي، أكثر من 230 ألف فرد تضمها هذه الميليشيات المتهمة بالانتهاكات والاختفاء القسري بحق الآلاف من المدنيين العراقيين العزل. وكانت هذه الممارسات مصورة، ولكن الأجهزة القضائية والتنفيذية في العراق ما تزال تلعب دور المماطلة والتسويف والتجاهل لهذا الملف. وبالتالي عملية ازدهار هذه السجون هي تنبع من كون إدارات هذه السجون تتبع أحزاب طائفية عنصرية للأسف هي المتحكمة بالمشهد السياسي والأمني في العراق. طيب أستاذ حسين. دكتور جاسم، هل الموضوع متحدث فقط بالداخل العراقي؟ الكثير من المراقبين يرون أن عملية يعني التعمد بغياب العدالة الاجتماعية، كذلك التعمد بغياب المعايير القضائية العادلة، كلها أدوات لمشروع طائفي إقليمي، يعني لمصلحة دولة معينة تحديدا إيران. إلى أي مدى ذلك صحيح؟ يعني ما لا أعتقد أن هذا الأمر يربط بهذا الشكل، لأن العدالة يعني مهما تكون يعني أو مهما يكون النفوذ الإيراني في العراق لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. وسبق أن تحدثنا هنا على في منبر الرافدين أنه الكثير من القضاة في العراق كانت لهم مواقف يعني مشرفة ورفضوا وشايات المخبر السري، وبعضهم دفع حياته ثمنا لهذه المواقف. وبالتالي أعتقد صحيح أن إيران كانت في البداية متواجدة حتى في يعني بعض يعني آليات يعني إدارة الدولة العراقية. في بعض يا دكتور هي متواجدة في كل مفاصل الدولة. يعني أنا التعميم، أنا دائما لا أعمم في كلامي، فأقصد أنا طيب. يعني من يقوم من يعمم يعني يمتلك الدليل القاطع. طبعا من داخل السجون شهود العيان يتحدثون أن الميليشيات هي مدعومة من إيران وبمسميات مختلفة. السجون هناك سجون علنية وسجون سرية. منذ 2005 إلى الآن موضوع هناك مغيبين مئات الآلاف لا يعلم مصيرهم إلى حد الآن. التخويف، التهجير القسري، كلها تصب في مصلحة أو في الخانة الإيرانية من أجل عراق جديد جاء بعد عام 2003. نحن نتحدث هنا
أنا لا أنكر ولم أنكر يعني التواجد، قلت إيران موجودة في غالبية مؤسسات الدولة حينها. فقضية أنا أقول أنه في كل مفاصل الدولة، يعني هذا أمر أنا لا أملك دليل عليه قاطع، لكن في غالبية يعني مؤسسات الدولة ممكن هذا الأمر من خلال متابعتنا يمكن أن أقول هذا الأمر. وعليه حينما كانت يعني حكومة الصولاغ على سبيل المثال، يعني أنا عملت لقاء مع منتظر السامرائي، اللواء منتظر السامرائي، وهو الذي أكد أنه كان هنالك طابق يعني يديره يعني ضابط إيراني، وبالتالي أنا أملك معلومات عن هذا الأمر. لكن قضية التعميم أنا يعني حقيقة لا أعمم، ليس دفاعا عن أحد وإنما احتراما للمعلومة التي لدي. هذا من باب. من باب آخر أنه قضية العدالة هي قضية إقليمية، أنا أقول أنه قضية العدالة هي قضية مجتمعية إنسانية وطنية. يفترض يعني حينما نتحدث، وأنا دائما أكرر، حينما نقول هنالك مليون مغيب في العراق، أين عوائل هؤلاء؟ هذه إشكالية حينما لا يوجد من يطالب بمليون شخص وعلى أقل مقدار 250 ألف شخص. هذه إشكالية دكتور سمير، حينما يكون الشعب يعني راضخ ومستسلم إلى هذه الدرجة، هذا أمر مخيف. يعني كل من يأتي سيكون فرعون زمانه، طالما أن الشعب لا يتحرك مؤكد أن الطرف الآخر سيتغول، سيعبث، سيقتل، سيرهب، سيفعل ما يريد. وعليه أنا أتصور أنه القضية الشعوب هي التي تملك الإرادة. العوائل 250 ألف عائلة، لا يوجد من هذه 250 ألف عائلة اليوم مع بعض الانفتاح الموجود في العراق، لا يوجد 100 عائلة يمكن أن تقوم باعتصام مفتوح أمام يعني أمام مقر الأمم المتحدة في العراق لمطالبة بأبنائها. هذا كلام مخيف يا دكتور. وعليه القضية، نحن بحاجة إلى نشر الوعي لدى المواطنين قبل أن نتحدث. يعني هذا الذي نتحدث به الآن يا دكتور سمير، تحدثنا به سابقا، وتحدثنا به قبل عام وقبل عامين وقبل 3 أعوام، وكل مواطن عراقي يعرف الذي نقول. لكن الذي لم يحصل لحد الآن هو عدم حصول ردة فعل ملائمة للحالة الظالمة أو غير الصحية الموجودة في العراق. إذن أنا أعتقد أن الشعب العراقي يعني عليه لوم كبير، وعليه أن يتحمل وزر هذه المرحلة، طالما هو ارتضى لنفسه أن يرى الثور الأبيض يذبح وهو ينتظر دوره. وعليه أنا أعتقد أننا جميعا سنذهب إلى المقصلة إن لم نتحرك. يفترض بنا أن تكون لنا يعني إرادة حرة، وهذه الإرادة لا ليس بالضرورة أن تكون بالسلاح والإرهاب يا دكتور، يمكن أن تكون بمواقف، باعتصامات مفتوحة، بمظاهرات سلمية ولو يوم واحد في الأسبوع، تكون أمام المقار الكبرى مثلا وزارة عدل، مثلا وزارة الداخلية، مثلا الأمم المتحدة وغيرها من الأماكن ذات يعني التأثير في المشهد العراقي. أما قضية أنه إيران مسيطرة وأنه إيران متغولة، هذه الأمور يا دكتور باتت من المسلمات في الشأن العراقي. يفترض أن يتحرك الشارع العراقي. طيب دكتور، نعم أستاذ حسين، الكثير من المناطق في العراق تم تهجير أهلها قسرا، ومنها جرف الصخر، منها الكثير من المدن تم تغييب شبابها، إلى الآن لا يعلم مصيرهم. يا ترى هذا الأمر، يعني التغييب والسجون والمعتقلات، هي آصرة متآصرة فيما بينها، لمصلحة من؟ هل ترى أن الأمر يتعدى حدود إرادة الحكومات المتعاقبة إلى إرادة قوى تسيرها؟ يعني أنا أميل أكثر إلى أنه الإشكالية الحقيقية هم يقوم بها أفراد عراقيون، بصرف النظر عن وجود قوى دولية وإقليمية تؤثر على المشهد العراقي. لدينا
ما يكفي من العراقيين للأسف المحسوبين على العراقيين من أصحاب العقول المريضة والتعامل المجحف اللا إنساني. هناك كثير من الأشخاص موتورون وأحزاب ومنظمات وميليشيات تمتلك من الفكر الإقصائي وتربت على ثقافة الحقد منذ 40 و50 عام. هنا أذكر أنه كما يقال ما ضاع حق وراءه مطالب، والقانون الدولي يتحدث عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري بأنها جرائم لا تسقط بالتقادم. لدينا في العراق عقليات مريضة، هي التي تشرف وتصر على بقاء هذا المسلسل وهذا النزيف في الجسد العراقي، هي تحرص على استمرار حالة اللا تعايش بين مكونات المجتمع العراقي، وإحدى وسائلها هي ما يجري في داخل هذه السجون. نحن في مرصد أفاد لدينا تقرير قيد الإنجاز نجمع له معلومات ومقابلات منذ أكثر من أسبوعين، يتركز هذا التقرير على واقع السجون العراقية الحالي بعد عام من حكومة محمد الشاع السوداني ووزير العدل خالد شواني، اللذين زعما أنهما سيعملان على تغيير الواقع الحقوقي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق. لكن للأسف المعلومات الجديدة، وخصوصا نحن نتحدث عن واقع السجون تحت درجة حرارة 50 درجة مئوية، السجون بدون مبردات بدون تهوية، السجناء لا يتعرضون للتشميس، هناك تجويع ممنهج، هناك تعذيب مستمر، هناك شتائم طائفية. تغيرت بعض إدارات السجون، وهنا أتحدث عن سجن الحوت في الناصرية وسجن الكفل في الحلة، وهو من أسوأ السجون اللي أقيم على مقربة من معامل الطابوق، وتسبب بانتشار حالة التدرن والأمراض الجلدية عند أغلب سجناء سجن الكفل في الحلة في بابل، ولدينا سجن المطار وسجن التاجي. هذه السجون الأربعة الرئيسية، هناك طبعا سجون أصغر وأقل تتبع وزارات الدفاع والداخلية والاستخبارات وميليشيات الحشد. هذه السجون وفق شهادات حصلنا عليها في الأسبوعين الماضيين كما أسلفت، تؤكد أنه المعاملة من سيء إلى أسوأ. لا ينال السجين العراقي إلا بطن مي واحد في اليوم، هناك ما يشبه حالات الجفاف، وكثير من المرضى أصيبوا بالفشل الكلوي خلال الأشهر الأخيرة. إدارات السجون التي تغيرت للأسف كان يفترض أن تأتي بعد التحقيقات التي أجراها وزير العدل خالد شواني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان يفترض أن تأتي إدارات سجون أفضل، لكن للأسف فوجئ كثير من السجناء بإدارات سيئة جداً. البعض من الشهادات أكدت على أنه هذه السجون إدارات السجون الجديدة تفرض عمولات على من يريد الانتقال إلى سجن التاجي، الآن يعتبر سجن التاجي الأقل سوءا بين هذه السجون، لماذا فتفرض سجن على التاجي بعض أقل السجناء سوءاً؟ ما الذي يفرق في سجن التاجي؟ سجن التاجي هو في أقرب إلى العاصمة بغداد، هو ليس جيدا لكنه أقل سوءا، لأنه الكثير من السجناء، ونحن نتحدث بصراحة عن أغلب السجناء هم من المكون السني، يعني إحنا أهل السنة هم أكثر من 80 إلى 90% من السجناء المحكومين، وبالتالي عملية الوصول إلى سجن التاجي أقل مشقة، الوصول إلى إمكانية يعني التصرف ببعض الأموال. هنا أشدد على مسألة دفع رشا لبعض إدارات السجون، ممكن أنه تحصل على مقابلة أو إدخال أدوية أو أغذية أو أغطية بطانيات أو فراش، طبعا ليس بطانية في الحر لكن المقصود فراش لذوي السجناء ممكنة، لكن الوصول إلى سجن الكفل في الحلة في الحوت في الناصرية صعوبة بالغة، والانتظار هناك أكثر، وعملية الحصول على مقابلة للسجين من زوجته أو من أخيه أو من والده
في تلك السجون في جنوب العراق تبلغ 3 أشهر بينما في التاجي أقل. يعني هذه الواقع المأساوي صراحة، الواقع الشاذ اللي تعيشه السجون العراقية. الآن يتكلمون عن أيهما أقل سوءا وليس الأحسن، لأنه كل السجون واقع مرير ومأساوي، لكن نتكلم عن السجين الذي أمضى 5، 6، 7، 10 سنوات في السجون، يتكلم عن يفاضل بين أقل السجون سوءا أو أقل انتهاكات. هو تدور دائرة واحدة تجمع هذه السجون بأنها سجون لا إنسانية ولا آدمية، كما أسفت تجويع، ليس هناك تشميس، المياه قليلة، ليس هناك تبريد. نتكلم عن كما ذكرت 50 درجة مئوية داخل السجون، هناك واقع مأساوي. رغم هذا الواقع المأساوي، هذا الواقع السجون واقع حال أصبح في العراق. دكتور جاسم، لماذا لا يقر قانون أو ينفذ قانون عفو عام في العراق؟ لماذا توضع العصا في عجلته دائما من قبل الإطار التنسيقي؟ هل هذا الأمر فيه شيء ما ممكن أن تشرحه لنا؟ يعني لو قرأنا المقترح الجديد لقانون العفو العام، أنا أعتقد أنه لا يشمل أي شخص من المحكومين بقضايا الإرهاب. يعني بل ربما هنالك، ربما هذا كلامي وكلامك يطبق عليه القانون الجديد ونتهم بالمادة 4 إرهاب. نعم صح. وعليه أنا أعتقد أنه التحديث لقانون يعني 4 إرهاب هو تحديث، يعني أقصد المادة 4 هو تحديث نحو الأسوأ. يعني حتى من يعني يدعم الإرهاب في نظر الحكومة، يعني هو نحن لدينا إشكالية في تعريف الإرهاب. يعني ربما أنت تنظر للمسألة على أنها مسألة وطنية، وهم ينظرون لها على أنها قضية إرهاب. يفترض أن نقف على تعريف الإرهاب قبل أن ننطلق إلى هذا الأمر، ونحن لدينا إشكالية في النظرة أو في تعريف الإرهاب. أتصور أنه عدم إقرار قانون عفو العام، وهذا كلمة يفترض أن تحذف كلمة العام، لأن كلمة العام يعني شامل تشمل الكل. نعم. الموجود الآن ليس شاملا. يعني في عام 2008-2016 لحد الآن هنالك قانونان للعفو العام في العراق، الأول في عام 2008 والثاني في عام 2016، وكلاهما لم يشمل أي محكوم بقضايا يعني غير جنائية. وعليه ربما هو فرصة للمجرمين الحقيقيين للخروج من السجن. من يريد أن يبني العراق عليه أن يعني يفتح السجون كاملة ويطلق سراح الجميع، عدا من اتهم صراحة بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية. هؤلاء نحن جميعا لا نريد أن نخوض في هذا الوحل، لأنه سيدخلنا جميعا في طريق مظلم ولا نريد أن نخوض فيه. نحن نريد أن نتحدث عن الأبرياء الذين ظلموا منذ عام 2014 و2013 إلى اليوم. وعليه الإرهابي، أي شخص تورط بدماء العراقيين نحن لا نتكلم عنه، ولا نريد أن نتكلم عنه بقضية قانون العفو العام، هذه تترك لمراحل أخرى. أما قضية بقية السجناء، كلامنا عن هؤلاء، عن المشتبه بهم، عن الذي ربما الذي ربما تورط بدعم لحالة معينة عبر منشور، عبر أي حالة أخرى غير قتل، هؤلاء يفترض يعني من الظلم النظر لهم على أنهم يعني يتساوون مع القتلة. ذكرت أنه تم صياغة أو تعريف مفهوم الإرهاب وفق رؤية، ما قد تكون رؤية نظام المحاصصة أو رؤية النظام أو رؤية حتى الإدارة الأمريكية التي جاءت بعد عام 2003. ثوار تشرين أيضا تم اعتقالهم وزجهم في المعتقلات بتهمة الإرهاب. يعني هل يا ترى هذه التهمة الآن التي يدخل على أثرها مواطنون عراقيون يطالبون بحقوقهم، هل ممكن القول بأنه مملكة السجون الآن أو دولة السجون هي أداة أو هي حصن منيع لصالح نظام المحاصصة الفاسد؟
القانون تم تسييسه، يعني ربما يمكن استخدامه إلى اليمين أو إلى الشمال وفق مصلحة ما. دائما في القوانين هنالك شيء يسمى روح القانون. يعني حينما أقرأ على سارق يعني مبلغ مخيف ربما 60 مليار دينار عراقي وحكم ب3 سنوات خفضت إلى 3 أشهر قبل يومين، والعلة في التخفيض أنه يقولون لحسن السلوك وعدم ارتكابه لجرائم سابقة. هنا تم استخدام القانون بالطريقة التي يريد سين من القضاة، بينما بالمقابل يعني لدينا عبير الجنابي التي قتلت هذا الطفل أدخلوها في مادة معينة وبالتالي لم تحكم بالإعدام. هنالك المحامي الشاطر هو المحامي القادر على أن ينفذ للقانون من ثغرات معينة، وبالتالي لدينا أيضا القاضي العادل والقاضي الظالم. القاضي العادل دائما يريد إحقاق الحق وينظر للمتهم بعين الرحمة مو بعين الانتقام. حينما يكون القاضي ينظر إلى المتهم بعين الانتقام، وأنا هنا لا أتحدث عن الإرهابيين، أتحدث عن أي جناية أخرى عدا قتل عراقي، يفترض هنا القاضي ينظر للموضوع بروح القانون، بنظرة الأب القاضي، بنظرة الإنسان القاضي قبل القوالب الجامدة من القانون. وعليه هذه الحالة هي التي جعلت القانون مرة يميل إلى أقصى اليمين ومرة يميل يعني إلى أقصى وإلا كان الشمال. العراق هولندا أو السويد من نحن بلدي عدالة. يعني حينما جاء رجل وأراد يعني أظن شريح وتخاطب الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أبا الحسن ونادى الآخر باسمه قال لم تساوي بيني وبينه كنيتني وسميته. نحن ديننا دين العدالة، نحن نحب العدالة، نحن نعشق العدالة، نحن نكره الإرهاب، نكره الظلم. وبالتالي من يحاول إقحام الظلم ويعني الدم والقتل على شريعتنا هذا لا يفهم الشريعة. يعني دائما الإسلام والشريعة يعني السياسة الشرعية الإسلامية دائما تنظر إلى مصلحة المجتمع. ما يجري اليوم في السجون العراقية ليس في مصلحة المجتمع. لا يمكن لأي معتقل حتى أنا وأنت يا دكتور، وأنا هنا أتحدث عن تجربة في يوم من الأيام، حينما تدخل لمثل هذه الأماكن قسما بالله إن لم ينقذك الله من هذه الأماكن ستتحول بمرور الزمن إلى إنسان سلبي لا يمكن أن يعمل من أجل خدمة البلد. لماذا؟ لأنك ترى أدوات حاقدة على الإنسان، ترى أدوات لا تعطي قيمة للإنسان، وبالتالي لكل فعل هنالك رد فعل. هذا الرد الفعل هو الذي يقلب الصدق إلى يعني الطيبة إلى كراهية، الحب إلى بغضاء، وهكذا تناقضات الصفات. وعليه تدخل إنسان بريء ويعني ليس بريء، وإنما تدخل إنسان سوي مظلوم، تخرج إنسان مظلوم لكنك غير سوي. هذا في الغالب. أما حينما تكون هذه السجون عادلة وتسعى لإصلاح الإنسان كما يقال هي مراكز إصلاحية، حينها يخرج إنسان إن كان مجرما يخرج نادما على فعله ويخرج يسعى لبناء الوطن، يسعى لأن يكون مواطنا صالحا في هذه في أمريكا موجودة، حتى في أمريكا هنالك ظلم أستاذ، لكن أنا أتحدث هنا في يعني في المطلق. وعليه أتصور أنه يفترض بنا أن نعمل، وأنا أتحدث هنا عن قضية دقيقة دكتور في أقل من دقيقتين، يعني
حينما تجد أن النواب الذين يمتلكون حصانة دبلوماسية لا يحق لهم زيارة السجون. اللجان قانونية في مجلس النواب العراقي لا يحق لها زيارة السجون، لماذا لا أحد يعرف. هل سمعت في يوم من الأيام أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي زارت أي سجن من السجون؟ لماذا؟ أنت توجه بهذا السؤال الأستاذ حسين. هذا الموضوع خطير، ويفترض أن نجد يعني إجابات يعني واضحة عليه، وبالتالي نذكر موقف، أختم به هذه الفقرة، موقف عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي، وكيف أنه يعني يفترض أنه يكون شخصية يعني كبيرة لها مكانتها بالمجتمع والدولة، كيف أنه خرج أمام القائد مدير شرطة وهو يصرخ بأنهم سوف يقتلونني، وهذه الصورة نشرت بالإعلام. هذا نتحدث عن عضو في مجلس محافظة بغداد العاصمة، فكيف بالمواطن البسيط، بالمواطن البسيط. نعم صح. الذي لا حول له ولا قوة. أعتقد أن القضية مخيفة، ولو تخيلت لدقيقة أنك أو أنا أو أي مواطن مكان هؤلاء لشعرت بالخوف الشديد. نعم، وسائل تعذيب وإذلال وقهر، طبعا على عكس الدول يعني كالولايات المتحدة التي احتلت العراق، في سجونها يتم إصلاح وتأهيل المسجونين أستاذ حسين، على عكس ما يجري في العراق. ربما هي من نقلت هذه المهنية، مهنية التعذيب وإجراءات الإذلال مثل سجن أبو غريب وغيره، بالتالي أصبح امتهان المواطن العراقي من أبسط ما يكون. أرخص شيء في العراق هو المواطن العراقي، والأرخص منه هو السجين المظلوم الذي هو محاط بسقف وجدران لا يعلم ماذا يفعلون به، ناهيك عن الإتاوات من أهله والضغط وإلى آخره. يا ترى ما هو دور لجنة حقوق الإنسان في العراق؟ في الحقيقة يعني لجان حقوق الإنسان يعني هي شماعة، يعني لولا أن هناك لجان أخرى، المالية والدفاع والبيئة وغيرها، لما وجدت لجنة حقوق الإنسان، فهي فقط اسم كما يقول العراقيون، اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور. حتى مفوضية حقوق الإنسان التي يعني انتهى عملها قبل 3 سنوات لم تجدد، ولم يتم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في العراق منذ 3 سنوات، منذ زمن حكومة عادل عبد المهدي. لا يسمح للجان القانونية واللجنة حقوق الإنسان بالدخول إلى السجون. نعم، هو أنا أريد أقول أنه هناك دوائر مغلقة في العراق، ومنها الملف الحقوق الإنسان في العراق. هذه الملفات أشبه ما تكون بلغز في العراق، وهذه التكتم المقصود لا يسمح لأي جهة بأن تخص فيه. يعني أصبح قضية السجون وقضية قانون العفو وقضية جرف الصخر هي من المحرمات التي لا يسمح لكثير من العراقيين وعلى رأسهم السياسيين بالخوض فيها، وهناك من حاول الخوض فيها وصلته يعني رسالة واضحة صادمة بأنه هذه المسألة تتعدى ما يسمى السيادة العراقية. هناك بعض الملفات في العراق لا يسمح لأي جهة كانت في التدخل فيها. لجان حقوق الإنسان هم نواب في البرلمان، هناك قادة كل كتل سياسية. هنا ضروري أنه نتكلم بقلم واضح. يعني محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، قبلهم اياد علاوي، وقبلهم اسامه النجافي، وحتى طارق الهاشمي قبل 15 سنة عندما زار السجون كانت هناك يعني بردود واضحة أن هذه الملفات لا يسمح لأي جهة كانت بأنه تتكلم فيها أو تتصرف بإرادتها. هذا الحكومة العراقية، الحكومات العراقية المتعاقبة تتولى إدارة ملفات السجون، ملفات التهجير، ملفات بعض الملفات الخاصة في إدارة الدولة العراقية، هي ملفات تتعدى الشأن العراقي وأصبحت ملفات إقليمية ودولية. هنا
يعني ليس يعني سرا ان نقول انه الاداره الامريكيه التي تولت يعني العراق المحتل منذ 2003 بالتعاون السري مع ايران في اداره كثير من الملفات هي التي وضعت قواعد هذا التعامل الشاذ في قضية السجون، قضية التغيير الديموغرافي. اليوم احنا اذا نريد نسأل كثير، حتى نسأل رئيس الوزراء اللي البارحة طبعا اعلن عن انه سيتم يعني تشكيل لجنة او يعني ايجاد رقم تواصل مع اي جهة تريد ان تقدم شكوى تجاه اي ملف من الملفات العراقية. الحقيقة هذه القضايا التي يعني يقوم بها رئيس الوزراء العراقي اشبه ما تكون شكلية لاجل يعني ضرر الرماد في العيون. الكل يذكر قبل 4 أشهر عندما السيد رئيس الوزراء الحالي اعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضايا الاختفاء القسري، بحسب معلوماتنا اكثر من 5000 شخص قدم شكاوى ما بين مقابلة او رسالة او ايميل او تواصل، لكن لم نرى اي تصرف حقيقي تجاه هذا الملف. على العكس هذه الملفات القضاء العراقي يتجنب الخوض فيها، ووجد كثير من اللوم من الجهات الدولية واخرها كما سفت التقرير الاممي قبل 4 أشهر إلى مجلس القضاء العراقي وعلى رأس فاق زيدان بأنه يتجاهل هذه الملفات الحقوقية الإنسانية، وبالتالي كما يعني يفترض أنه يتم التصرف في هذه الملفات، فإن المسار الحقيقي لقضايا التحقيقات لا تنتهي بأي نتائج، وتصبح قضايا تشكيل لجان تحقيقية مجرد كتاب حبر على ورق ولا ينالها من الحقيقة أو الإعلام أو العراقيين أي معلومة حقيقية ذات مصداقية يمكن أن تكون رادع لمن تسول له نفسه من انتهاكات حقوق الإنسان. شكرا أستاذ حسين. أستاذ جاسم، دكتور جاسم، يعني أخيرا، الدكتاتورية أساسها السجون والمعتقلات، هل ترى أن هذا المشهد في العراق هو الذي يحصل؟ يعني أنا أعتقد أنه القضية هنالك ديمقراطية مزيفة في العراق، وإلا لو كنا أمام ديمقراطية لما كنا أمام ازدهار للسجون. حينما تزدهر السجون هذا يعني أنه هنالك يعني حالة لا يعقل أننا أمام أكثر من 100,000 مجرم في العراق. يعني هذا يعني إشكالية كبيرة في بلد مثل العراق يكون ب 60,000 أو 100,000 مجرم. وعليه أنا أتصور أنه اليوم نحن أمام تجارة السجناء. يعني هنالك يعني أنا هنا أتحدث عن معلومة أنه سجين واحد يكلف الموازنة العراقية 14 دولار يوميا طعام وشراب وملبس. لو قبلنا بالرقم الذي ذكرته وزارة العدل العراقية هنالك 60,000 معتقل. هذه 60,000 معتقل يومية تكلف الدولة ما يقرب من، حتى تكون حسبة بسيطة، ما يقرب من 1,000,000 دولار. المليون دولار في الشهر 30 مليون، في السنة 360 مليون. يصرف من هذه المليون دولار يوميا ما يقرب من 250,000، حتى لو 500,000 دولار يبقى 500,000 دولار يوميا. دكتور تخيل مع الرقم، باب من أبواب الفساد، باب مخيف. تخيل معي، وهذه أيضا معلومة، أن الدجاجة المشوية الواحدة هي في السوق 5,000 دينار عراقي، تباع في داخل السجن ب60,000 دينار عراقي. تخيل أي ضمير هذا اللي يسمح لمنتسب ينقل دجاجة من السوق إلى السجن ويربح عليها 55,000 دينار عراقي. 60,000 دولار 1,000 دينار يعني 50 دولار تقريبا. بالمقابل أيضا هنالك سجن التاج وسجن عمارة تم إلقاء القبض على مدراء هذين السجنين في حزيران الماضي بتهمة ترويج مخدرات للسجناء. وعليه أعتقد نحن يجب أن نكون أمام
نختم بهذا الأمر. نعم دكتور. أمام قانون عفى الله عما سلف، حتى يعني من يعني أخطأ بحق العراقيين يفترض أن نوجد لجان عشائرية. هذه اللجان العشائرية تعمل على أن ضمان سلوك هذا الفرد، وتكون هي التي يعني مسؤولة عن هذا الشخص، وبالتالي نصل إلى مرحلة تفريغ أو تبييض غالبية السجون، ولا أقول جميعها، من أجل انطلاق بداية جديدة للعراق. نعم. أيضا يفترض بالحكومة إن كانت تقول أنها حكومة ديمقراطية أن تسمح لي، وهذا كلام موجه طبعا لرئاسة البرلمان، يفترض أن تكون هنالك زيارات ميدانية من النواب. نعم. ومن لجان حقوق الإنسان إلى المعتقلات. وأيضا أكتفي بهذا الأمر، يفترض تعويض السجناء عن مراحل الظلم التي مروا بها، وإلا فلن تقوم للعراق قائمة طالما لدينا أكثر من 60,000 مظلوم في داخل المقابر. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. في الختام أشكر ضيوف الكرام في هذه الحلقة، الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وضيفي عبر سكايب الأستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد. في أمان الله.